من يرافقكم بالشوط العاشر، له التوفيق وانطلاقة لهذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة، ونرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب في هذه الانطلاقة الموفقة والسليمة، انطلاقة الشوط العاشر في مجمل انطلاقاتنا والشوط الخامس في تعداد انطلاقات أشواط الجعدان، ومسافة 6 كيلومترات هي المسافة المقررة من اللجنة المنظمة لهذا السباق. مشاهدين الكرام، أسماء عديدة في هذا الشوط، وأيضا شعارات زاهية تزين أرضية هذا الميدان، وما هي إلا لحظات لنوافيكم بنتائج الخمس المراكز المتقدمة. نسير مع مقدمة الشوط وصدارة الشوط، المركز الأول مع سراب ناصر بن مبارك بن حباب على المركز الأول والانطلاق الأول، النقلة على المركز الثاني، شاهين على المركز الثاني لسي سعيد بن محمد بن معتوك العامري على المركز الثاني والانتقال الثاني، المركز الثالث لسي سعيد بن محمد الكليلي. مشاهدين الكرام، المركز الرابع والدور دور المركز الرابع، مشاهدين الكرام المركز الرابع غير مدور بكشف اللي في المركز الرابع لسيد صقر بن فلاج الاكتبي، مشاهدين الكرام على المركز الرابع والمركز الخامس مشاهدين الاعزاء صوغان للسيد علي النور السوداني على المركز الخامس وانتقاله الخامس. مشاهدين الكرام، اذا نتيجة الخمس المراكز المتقدمة ونداؤنا الاول منذ انطلاقة هذا الشوط، فدائما العودة مع المركز الاول مع الانطلاق الاول. يا سلام، شعار بن معتوك العامري مشاهدين الاعزاء مع شاهين للسيد محمد بن معتوك، سعيد بن محمد بن معتوك العامري. مشاهدينا متابعينا الكرام، من دفع لنا شاهين على الانطلاق الاول وصدارة هذا الشوط. يا سلام، قيادة قيادة حكيمة وقيادة موفقة مع شاهين للسيد سعيد بن محمد بن معتوك العامري. مشاهدينا الاعزاء، النقلة مباشرة على المركز الثاني مع شاهين السيد سعيد بن محمد الكليلي مشاهدينا الكرام، والمركز الثالث والانتقال الثالث مشاهدينا الكرام للسيد بن فلاج مصيحان السيد سالم بن سعيد القريسي على المركز الثالث، المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام مع رابع المراكز مع صوغان السيد راشد بن سعيد العواسي، ولكن تغيير مشاهدينا الكرام مع سراب سالم بن سعيد بن منانة السويدي مشاهدينا الاعزاء. يا سلام، الشعارات عديدة واسماء اسماء اسماء خلف الكادر لن يحن دخولهم الى عالم الاذاعة مشاهدينا الكرام، ولكن نوعدكم بالمنافسة المثيرة في هذا الشوط مشاهدين الكرام بين أبناء القبائل أبناء دول مجلس التعاون الذين يتنافسون على شرف الناموس في هذه الاحتفالية الكبيرة في هذا المهرجان السنوي الكبير الذي يقام في ميدان الشحنية في دولة قطر. مشاهدين الأعزاء، عموما مع كل حال نعود مع صدارة الشوط مع مقدمة الشوط المركز الأول وشاهين. الله يا بن معتوك العامري، بن معتوك العامري سعيد بن محمد بن معتوك العامري مشاهدين الكرام، لا زال على صدارة الشوط، لا زال يتقيد بزمام أمور هذا الشوط مع شاهين. يا سلام، القيادة حكيمة والمركز الأول مع شاهين مشاهدينا الأعزاء، السيد سعيد بن محمد بن معتوك العامري مشاهدينا الكرام، المركز الثاني والدور دور المركز الثاني مع شاهين. الله على شاهين على المركز الثاني لسيد سعيد بن محمد الكليلي على المركز الثاني والانتقال الثاني، المركز الثالث شعار بن بنانة مشاهدين الكرام، سعيد بن سالم بن سعيد بن بنانة السويدي مشاهدين الكرام مع سراب على المركز الثالث، المركز الرابع شمردل. يا سلام، مرحبا بهذا الاسم مشاهدين الكرام لسيد منصور بن سعيد الخيالي مع شمردل، واول نداء
الشمردل على المركز الرابع والانتقال الرابع. المركز الخامس نرى شاهين فاران بن عتيق بن قرع المري، يا سلام، واول نداء لشاهين على المركز الخامس، يا سلام، النداء الثالث منذ الانطلاقة. فالعودة الحميدة مشاهدينا الكرام مع مقدمة الشوط مع صدارة الشوط، والمركز الاول شعار سعيد بن محمد بن معتوق العامري، يا سلام، منذ الانطلاقة مشاهدينا الكرام، ونحن بصحبة شاهين بصحبة شعار سعيد بن محمد بن معتوق العامري مشاهدينا الكرام، الذي دفع بشاهين على الانطلاق الاول على المركز الاول على صدارة الشوط ولوحة الاثنين كيلومترات، لوحة الاثنين كيلومترات الفاصل عن خط النهاية. وشاهين لا زال على مقدمة الشوط، لا زال على صدارة الشوط، لا زال يقود الشوط قيادة حكيمة، قيادة موفقة لسيد سعيد بن محمد بن معتوق العامري مشاهدينا متابعينا الاعزاء. المركز الثاني والانتقال الثاني شعار سيد سالم بن سعيد بن منانه السويدي مع سراب على المركز الثاني. المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام مع شاهين سعيد بن محمد الكليلي على المركز الثالث، والمركز الرابع مع شمرد المشاهدين الكرام وشعار الخيالي على المركز الرابع منصور بن سعيد الخيالي. المركز الخامس فاران بن قريع المري، يا سلام، 1500 متر اعلان للمضمرين، يا سلام، ال 1500 متر الاخيره، ال 1500 متر الخطيره مشاهدينا الكرام. وشاهين يا سلام، يا سلام على اداء شاهين، عرض شاهين، رقص شاهين مشاهدينا الكرام على مقدمه الشوط وصداره الشوط شعار سيد سعيد بن محمد بن معتوق العامري، يا سلام، الله 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 الله، سعيد بن محمد بن معتوق العامري مشاهدينا الكرام مع شاهين لا زال في مقدمة الشوط ولا زال يقود الشوط القيادة الحكيمة، القيادة الموفقة مشاهدينا الأعزاء. ولكن سالم بن سعيد من منانة السويدي مع سراب يسحب بساط المقدمة مشاهدينا الأعزاء في المركز الثاني. المركز الثالث سيد عتيق بن فراب بن فرار المري مشاهدينا الكرام مع شاهين، والمركز الرابع مشاهدينا متابعينا الأعزاء المركز الرابع مع شمرد المشاهدين متابعينا الكرام شعار الخيالي مشاهدينا الاعزاء السيد منصور بن سعيد الخيالي. ولكن القدوم قاصد 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 وعبد الله بن مشيط المري، والله الله 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 الله، يبي له قصيده يا بن مشيط، قاصد المركز الاول، قاصد الناموس، قاصد نباكم عالي يا حلوين المشهد معك يا بن مشيط المري، ويبي له قصيده مع هذا الاداء مع هذا العرض مع هذا الرقص التلقائي لسيد عبد الله بن مشيط المري، يا سلام، فاجأنا في الامتار متر الاخيره. اشكرك يا بن مشيط، اشكرك المري مع قاصد، قاصد الناموس، قاصد المركز الاول، وقد تم بالمركز الاول لسيد عبد الله بن مشيط المري، يا سلام، سلام لدورة الامارات، سلام سلام الوثبه الوثبه اهالي الباهيه مشاهدينا الكرام، وين ما يشكر عبد الله بن مشيط المري تهانينا والناموس، واشكر ما يحتاج الليالي يا ابو مشيط، اشكرك يا ابو مشيط، تهانينا والناموس لعبد الله بن مشيط المري على فوز قاصد وقاصد بالسبق قاصد بالناموس، تهانينا والناموس مع ساعة الوصول لسيد عبد الله بن مشيط المري. المركز الثاني مشاهدينا الكرام لسيد سعيد بن محمد الكريم، المركز الثالث سالم سعيد بن مرانا السويدي، المركز الرابع لسيد عتيق بن فران بقرع المري، المركز الخامس المركز الخامس للسيد سعيد بن حمد بن مبارك المهيري، تهانينا ناموس لجميع الفائزين، والتوقيت الزمني ساعة وصول قاصد بالمركز الأول، تهانينا ناموس السيد عبد الله بن مشيط المري، توقيته الزمني ساعة الوصول 9:28 و63 جزء من الثانية، تهانينا ناموس. المركز الثاني كان من نصيب سراب السيد سالم سعيد بن منانه السويدي وتوقيته الزمني، عفوا، المركز الثاني سيد سعيد بن محمد الكليلي مشاهدينا الكرام مع شاهين وتوقيت الزمني 9:30 و6 من الثانية. المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام كان من نصيب سراب